ذكر الله تبارك وتعالى الحب في القرآن أكثر من 76 مرة. من أجل ذلك الذكر ما أثبته مولانا سبحانه وتعالى لبعض أولئك الأخيار من أصحاب النبي المختار صلى الله عليه وسلم. فعندما بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء أو مسجد المدينة، بنى المنافقون مسجد الضرار، فقال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الله تبارك وتعالى لم يصف هؤلاء الأصحاب الأخيار بأنهم يتطهرون فقط، يقومون بالحرص والعناية والرعاية للطهارة الحسية والمعنوية، لا، الأمر تعدى ذلك إلى ما هو أعظم وأجل وأجمل. فقال الله: يحبون أن يتطهروا. أصبحت القضية قضية مشاعر وعواطف وأحاسيس، فبودلوا بالحب حبا وبالقرب قربا. قال الله: والله يحب المطهرين. من ذنوب ألمتني وهموم طوقتني، من ذنوب ألمتني وهموم طوقتني، لصوابي وحبوري آية قد غيرتني، آية قد غيرتني، من تدبرها بقلبي قد أضاء النور دربي، فرصة التغيير في رمضان فقه كتاب ربي، فقه كتاب ربي.